طبعا عندي نمايه يا زينه معلش مش هقدر اعدي اه والله اي حاجه كده يعني سؤالين ونمايه اه نمايه معايا انا بديتش ده يلا لا هي الفكره ان بس وقت مذكرات مراهقه انت كنتي مخطوبه لفنان ما هو اللي منعك تقدم الفيلم ده فانا عايز بس حقيقه الموضوع ايه والحكايه ايه والتبرئه دي ورايا حاجه انا عارفه ما تضربنيش في حاجه ده موقف غريب يعني نميه على نفسي يعني اللي بينام ده بينام مع الناس انت عايز ننام مع الناس ايوه بقى علينا لا عادي كانت صغيره وبعدين اهلها هم اللي يملكوا القرار تمام بس لا بس لا انا اللي منعتها انا عايز رد منك يا زينه معلش انا اللي منعتها والله انا سبب رئيسي في طلوع هند صبري انا خدت اه والله اقول لك حاجه تعمل بيها ترند انا مراتي جنبي على فكره مراتي صاحبه زينه وطليقتي صاحبه زينه وزينه كانت خطيبتي يعني احنا ايه لكن الحاج بيقول لي يعني بس مع الشرطه هناك رحت خدتها رحت خدتها من تحت الترابيزه بتاعت الاجتماعات بتاعت ناس الدغيدي في مكتبها وقلت لها انا ولا الفيلم قالت لي انت طبعا ندمت بعد كده خدمتها لا 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 ما ندمتش والله العظيم ما ندمتش خالص لا لا والله ما ندمتش خالص هو فعلا تامر من الاسباب الرئيسيه لانه انا لما عملت ارض الخوف انا عملته من وراء اهل الحقيقه لان انا كنت في تقريبا كنت في اولى ثانوي رايحه ثانيه ثانوي والفيلم اتعرض بعدها بثلاث سنين فاكر؟ اه كنا بنعمل قرعه اه كنا بنتغدى في البيت عند مامتك والفيلم نزل وكانت ازمه كبيره جدا انه ازاي مثلت وانا يعني مخطوبه ومن وراهم فهو راح قال لاهلي كلم ماما هو بيحبها قوي كلم مامتي وقال لها بنتك هتعمل فيلم وكده انت عارفه الموضوع ده فطبعا ماما ما كانتش عارفه وكان هيحصل انه همثل تاني من ورا اهلي فهو طبعا قال لها وباظت الدنيا خالص وانا مش ندمانه خالص على فكره وعلى فكره بقى عشان ابرئها من حكايه ارض الخوف لما رحت هناك كنت واخد نصيحه من محامي وقلت لها مدام ايناس دي عندها 18 سنه وايناس الدغيدي عايشه ما تمتش 21 وانا همشي من هنا هعمل مشكله يلا راحت قايمه يا عيني معايا انتهي بعد الفصل العائلي دوت ننتقل بقى للندوة ده كل ده خارج النص كويس مين عنده اسئله لزينه لو محدش عنده رجاله اسئله مش نميمه مش نميمه مش عايزين نميمه الاستاذه الاعلاميه الاعلاميه